الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولا عدوان إلا على الظالمين. الإخوة الأعزاء أبناء محافظة عدن، الإخوة الأعزاء أبناء المحافظات الجنوبية المحررة جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تابعنا وتابعتم ببالق الأسى والحزن تلك الأحداث التي أريد لها إحداث الفتنة في هذه المحافظة وضرب السكينة والأمن والاستقرار من قبل عناصر نحن نعرفها جميعا. ولقد دبت هذه الفتنة بعد استشهاد العميد منير اليافعي أبو اليمامة قائد لواء الدعم والإسناد بأيادي الحوثيين الإجرامية، وما تبعتها من أحداث تم الترتيب لها لاستقلال جثة الشهيد لأغراض سياسية لا يمكن لها بأي حال من الأحوال أن تصل إلى مبتغاها. ولهذا فقد مارسنا الحلم ومارسنا الحكمة ومارسنا الصبر قدر استطاعتنا للحفاظ على السكينة العامة والأمن والاستقرار. وعندما تم القرار باتخاذ مقبرة القطيع لمثوى الأخير للشهيد منير أبو اليمامة، علم وعرف للجميع أنه أريد من هذه الجنازة إحداث فتنة، كون مدينة كاريتر ملتصقة بحرم المعاشيق مقر رئاسة الجمهورية والحكومة اليمنية. وفعلا ما كنا نخشاه تم، وأحدثت بعد أن تم موارات جثة الشهيد في ما بعد الساعة الواحدة ظهرا، تم تحرك مجموعة من المسلحين المعروفين باتجاه البنك المركزي وباتجاه قصر معاشيق، وهم يهتفون لإسقاط قصر المعاشيق. وقد قامت ألوية الحماية الرأسية بواجبها الشرعي والرسمي والقانوني في التصدي والمنع لمثل هكذا ممارسات. وكان الكل يظن أنها إلى هذه اللحظة ممارسات جانبية وعشوائية وغير مسؤولة ولا توجد جهة خلفها، ولكن تبين بعدها كل شيء. وقد سمعتم جميعا البيان الموتور الذي أصدره الموتور هاني بن بريك بهدف إحداث الفتنة، ودعا إلى النفير العام وتحدث باسم أبناء الجنوب عامة وأعلنها صراحة بالحرب على مؤسسات الدولة الشرعية. ونحن نرد ونقول لجميع أبناء محافظة عدن باسم وزارة الداخلية والمنطقة الرابعة العسكرية الرابعة بقيادة اللواء فضل حسن، نعلن لجميع أبناء عدن عليكم التزام الهدوء وعليكم التزام الصبر، ونحن بفضل الله سبحانه وتعالى قادرين على التعاطي مع هذه النتوءات وهذه الممارسات اللامسؤولة، وسنقوم بواجبنا على أكمل وجه بإذن الله تعالى. ونطلب من الجميع الذين دعاهم الموتور هاني بن بريك عدم الاستجابة لمثل هذه الدعوات القاتلة، لأن هدفها الحرب، ومثل هذه الدعوة لا تخدم إلا الحوثي وحده والحوثي وحده، ولا تخدم أي جهة أخرى. ونحن لنا تنسيق متواصل مع الأشقاء في التحالف العربي ممثلة بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وقد أبلغونا رسميا وصراحة قيادة التحالف رفضهم لمثل هذه الممارسات ورفضهم لمثل هذا البيان المنفلت الغير مسؤول الداعي إلى الفتنة والخراب. ونحن بدورنا أبلغناهم أننا على أتم الاستعداد للقيام بواجبنا، فنطلب من الجميع الهدوء، نطلب من الجميع الصبر، ونطلب من الجميع الثقة في قدرتنا بإذن الله تعالى وبتعاونهم وتعاون التحالف العربي على تجاوز هذه الأزمة ووعد الفتنة. وندعو جميع الإخوة العسكريين والإخوة قيادات الانتقال العقلاء، آن الأوان أن تعلنوا موقفا واضحا. هل أنتم مباركين ما يدعو له هاني بن بريك؟ هل يتحدث باسمكم أم يتحدث نيابة عن نفسه؟ وهو كما بلغنا أنه لم يعد يستمع لأي نصائح سواء من الأشقاء في التحالف أو من غيرهم من قيادات الانتقال العقلاء. نحن سنقوم بواجبنا الشرعي
الذي أملت علينا مسؤوليتنا الرسمية في حماية مؤسسات الدولة وتأمين محافظة عدن والتصدي لكل الممارسات الخارجة عن النظام والقانون. أرجو أن نتجاوز هذه الأزمة بإذن الله تعالى، وأرجو أن يتم التنسيق المستمر مع الإشقاء في التحالف العربي الذي هو على أعلى مستوى، والذي أكدوا لنا بشكل قاطع وحاسم رفضهم لمثل هذه الممارسات، بل أنهم أكدوا أنهم ضد هذه الممارسات، وأنهم سيكونون عون لنا في التصدي للجهات والفئات والعناصر الخارجة عن النظام والقانون. أسأل الله أن يمن علينا بالأمن والاستقرار والسكينة في هذه المحافظة الخاصة والمحافظات اليمنية عامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.